شهدت المجموعة الثانية في أول جولتين عودة منتخب الكويت للمنافسات القارية من خلال تحقيق فوز كبير على نيبال بنتيجة 7-0 قبل أن يخسر أمام أستراليا بثلاثية نظيفة. كذلك شهدت أول جولتين فوز الأردن ونيبال على الصين تايبي، حيث تتساوى 4 منتخبات برصيد 3 نقاط لكل منها، وبالتالي فإن الجولتين الثالثة والرابعة سوف تشهدان بداية فك الاشتباك في الصدارة. في الجولة الثالثة يوم الخميس يتواجه الأردن على أرضه مع الكويت، في حين تتقابل أستراليا مع نيبال في كامبيرا. ثم في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء 15 من تشرين الأول أكتوبر الجاري يلتقي المنتخب الأردني مع نيبال في عمان، وفي ذات الوقت تستضيف الصين تايبي منتخب أستراليا.